الرحمن الرحيم ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب حللا ولامست مقصر تحتها وبها كلمة تحتها يعني تحت هذه السورة احنا ثاني سورة احنا في سورة النساء وتحتها يقصد سورة المائدة يعني في سورة النساء وفي سورة المائدة لامستم اقصر اشلوا لي لامستم بالقصر لمستم من قرأ لمستم حمزة والكسائي نعم من اين استنتجت حمزة والكسائي من قوله شفا الشين هو رمز لحمزة والكسائي اذا تعين الباقين ان يقرؤوها كما نطق بها الشاطبي وكما حفظناها لامستم ثم يقول ورفع قليل منهم النصب كللا يعني ما فعلوه إلا قليل منهم إلا قليلا منهم هكا النصب هو نطق بها مضمومة رفع قليل منهم النصب كللا إذن من يكون قد قرأها وحده بالنصب الشامي بن عامر الشامي وذلك في قوله كللا كلم رمز الشام إذن حمزة والكسائي يقرأ لمستم والبقية يقرأ لامستم ابن عامر الشامي وحده يقرأ إلا قليلا منهم والبقية كل يقرأ إلا قليلا منهم سيدي في التوجيه قراءة التوجيه على قراءة النصب مستثنى تولي سيدي عندك حق عندك حق كنت في حصة عربية سمعت يزمك تسأل على التوجيه شيخة القليل من القليل أنا ثم نعم صحيح الله يبارك المستثنى يا ترى من مذكور قبله وإلا مش مذكور في العادة هو هك لكن مع ذلك هاو مش نشوفه سيدي إعرابها فما أحسن كتاب من أحسن الكتب مش أحسن كتاب كتاب الزبير غرناطي لا كتاب السمين الحلبي لا كتاب الدر المصون هو معروف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون هذا يتعرض إلى كل القراءات ويوجهها التوجيه السليم هذا ما نشوفه إلا قليلا منهم إذن إلا قليلا وإلا قليلا أيوة الكلام تام هنا من في سيد قال زمخشري على طريقة الالتفات وهذا الذي قاله إنما يجيء على قراءة لا يعبدون بالغيب بس احنا فلما نشوف الأخرى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم هذه سورة البقرة احنا حاشنا في سورة النساء هذه إلا قليلا منهم لحظة برك لحظة برك باش من قلنا الجاهلية احنا الآن في سورة النساء فلا يؤمنون إلا قليلا إذا نشوف إلا قليل منهم ما شاء الله إلا قليل منهم قرأ ابن عامر وجماعة إلا قليلا نصبا مهذ وفيه وجهان أشهرهما أنه نصب على الاستثناء وإن كان الاختيار الرفق لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع النصب ويزيد عليه بموافقة اللفظ الثاني أنه صفة لمصدر محذوف تقديره إلا فعلا قليلا قال ابو الزمخشري وفيه نظر إذ الظاهر أن منهم صفة لقليلا ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب إذ لا فائدة حينئذ في ذكر منهم فقط هذا بما علق السمين الحلبي رحمة الله تعالى عليه تحبون نشوفوا التحرير والتنوير ولا هذا كافي طيب استاذ كتاب اسمه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون الدر المصون لسمين الحلبي في علوم علوم الكتاب المكنون نعم سمحت باهي تفضل لي
هو بما أنه كتاب تفسير يعتني بكل العلوم التي تتعلق بالآية بما فيها القراءات، خاصة عنده اهتمام خاص بتوجيه القراءات. فما كتاب آخر في توجيه القراءات كتب بعده تقريبا بمئة سنة أو أكثر بشوية، اسمه لطائف الإشارات للقسطلاني. لطائف الإشارات إلى فنون القراءات، هذا كتاب متميز لأحمد القسطلاني، متوفى سنة 923 أو 24 للهجرة. إذن ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كل لا. يعني قلنا الرفع عند الشميل. لا، ابن عامر وحده هو الذي نصبها. الشميل. النصب كل لا. النصب كل لا. النصب. النصب للشامي. وكيفاش حفظها؟ حفظها إلا قليل منهم. قليل الآية هذه. إلا قليل منهم في سورة النساء. واضح. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كل لا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كل لا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا ورفع قليل منهم النصب كل لا. وأنف يكن عن دال من، يعني قول الله تعالى كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن، يكن وتكن. من قرأها بتاء التأنيث كأن لم تكن؟ حفص وابن كثير. حفص وابن كثير. إذن فتعين الباقين أن يقرأوها كيف؟ تذكير. بالتذكير. يكن يقول عن دارما العين نصع، إذن رمزه حفص والدال رمز ابن كثير، كأن لم تكن بينكم. ثم يقول تظلمون غيب شهد دنا، يعني ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا. من قرأها هكذا بالياء؟ حمزة والكسائي وابن كثير. حمزة والكسائي وابن كثير. لاحظوا إذن منهج الشاطبي رحمة الله عليه، قالوا عنا ابن كثير غادي، فهذه المرة خلى ابن كثير وجعل معه حمزة والكسائي، لأن الشين هو رمز الأخوين حمزة والكسائي. تظلمون غيب شهد دنا، غيب يعني قرأوا بالغيب، ولا يظلمون فتيلا. إذن فتعين الباقين أن يقرأوا كيف؟ بتاء التأنيث، تاء الخطاب، مش تاء التأنيث، تاء الخطاب. يعني ولا تظلمون. إدغام بية في حلا، هذه قد تكون مفاجأة لكم. به أبو عمر عادي، أبو عمر البصري فيه تحفلة من طريق السوسي أكيد، لكن أن يأتي حمزة ويعمل إدغام كبير هذه من النوادر. بية طائفة، من قرأها بية طائفة؟ حمزة وأبو عمر. فأما حمزة فعلى قاعدته في إدغام الكبير أبو عمر بهذا الشكل، أبو عمر عفوا من طريق السوسي أساسا، مو خاطر هو الشاطبي قال أبو عمر البصري في إدغام الكبير، إلى أن يقول أبو عمر البصري فيه تحفل، نقصد من طريق السوسي أساسا، رغم أن أبو عمر اللي يفهم يقول الدوري والسوسي، من طريق طيبة صحيح الدوري والسوسي، لكن من طريق الشاطبية السوسي فقط. إذن زاد هنا حمزة قال بي الطائفة. إيه يا سيدي اللي يضغم هو السوسي ولا أبو عمرو البصري كل سيدي؟ إذن هنا في هذا المكان أبو عمرو براويين وحمزة براويين. يطلب الإظهار بالضبط، والبقية إذن بفك الإدغام أو بترك الإدغام أو نقول بالإظهار. بي الطائفة إلا حمزة وأبو عمرو يقرأوا بي الطائفة. وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بية في حولا. وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بية في حولا.
وأن يكن عن دار من تضمنا غيب شهر بلا إضغام بيّن في حولا وإشمام صاد ساكن قبل داله أذي دائما وين تلقاه صاد ساكنة وتجي بعدها دال نعمل الإشمام يعطينا مثال كأصدق إشمام زايد لشكون للأخوين اللي هما حمزة والكسائي وارتاح أشملا كما مثلا سيدي في القصص حتى يصدر الرعاء مثلا أي نعم هما 12 موضع كيف نحسموهم في القرآن كل أو نعطيهم الموضع الأولاني ومن أصدق الثاني ويصدفون يصدفون فيها مرتين هذه في أول السورة في سورة الأنعام في أول سورة وبعد في آخرها مكاء وتصدية في الأنفال ولكن تصديق الذي بين يديه يونس ويوسف فاصدع بما تؤمر الحجر نعم وعلى الله قصد النحل حتى يصدر الرعاء القصص ويصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم في سورة الزلزلة في الأخر آخر المصحف نعم هذو من المواطن هذو من الكلمات عشرة معنى القاعدة هنا في القرآن خمسة في النساء مرتين في النساء موضعان في النساء موضعان في الأنعام موضعان في الأنفال موضع في يونس موضع في يوسف موضع في الحجر موضع في النحل موضع في القصص موضع وفي الزلزلة موضع آخر تحسبهم يطلعوا آخر ليش؟ ليش؟ 11 عاود احسبوا لي من اصدق اثنين في النساء يصدفون اثنين في الانعام تصدي وردة الانفال تصديق الذي يونس يوسف فاصدع بما تؤمر الحجر قصد السبيل النحل يصدر الرعاء قصص يصدر الناس مشتاتا الزلزال الزلزال باهي من ناقصه واحده هذوما 11 اي نعم تقرا هو الشاب الصادي زاير كما قريناها في سورة الفاتحة. زين إيش؟ عندنا موضعين في النساء وموضعين في الأنعام. أي؟ الزرق. حسبت موضعين في النساء. ليش؟ باهي الله يلزمهم يطلعوا 12. عندكم ال عندكم الكتاب الوافي للشيخ. شوفونا الموضع الله يرحم عليكم. 11 أستاذ ما مش 12. 11؟ نشوفه. أما سيدي هنا حاطت في الآية 157 مرتين. باهي. لا ما الأنعام الأنعام فيها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا. صحيح. الآية فيها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله يجزيكم خير. معناها ثلاثة مواضع في الأنعام. أي نعم دول المواضع في ثلاثة في المواضع. كلمة يصدفون معاودة مرتين في سورة في سورة الأنعام الآية 46 وردت مرة لكن في سورة في سورة الأنعام الآية 157 وردت مرتين هكا كيفاش جاء ولا 12 هذوما فقط اللي فيهم الصاد مشمت وزين نعم معناها القرآن الكل هذوما القرآن الكل حيثما ورد هو هذه هنا فقط الحصر فقط الحصر باش ما تقعدوش ضايعين فيها وكذا باش زعمنا ثم الإشمام نعم زيد هو البيت هذا يقصد حيثما ورد في القرآن نعم حيثما ورد للشيعة وبالتقصي والاستقصاء وجدناه 12 موضعا يعني وحتى نقولوها احنا في اللهجة التونسية هل لأن قراءة حمزة هي اللي كانت عنا في الأصل قبل ما تجي قراءة نافع ربما برشا برشا كلام تمشي للدجاج مش تاخذ مزدر بزاد اها صاد وحدها دال قصد ما تشعر 100 الى اخره 100 طيب هكا في شعر والى الوقف عند حمزه صحيح الذين طيب وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتح أشمولا وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتح أشمولا وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتح أشمولا وفيها وتحت الفتح قل ف
فتثبتوا من الثبت، مش فتبينوا من التبين من التبين. والغير البيان يعني بخلاف هذوما، يعني بخلاف حمزة والكساء. كل ذكر تبين يعني قول الله تعالى ولد فتثبتوا في سورة النساء وفي سورة الحجرات هذه تحت جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. مرة قريتها لهم في الجامعة، تفجعوا الجامعة كل تفجعوا. رمقوي ثبتوا في تثبت. قلت لهم قراءة ثابتة صحيحة والحمد لله متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الجاب تبينوا تثبتوا. عندما تكتبوا في الرسم بلاش نقاط وبلاش حروف، كيف كيف راهو في الرسم كيف كيف، انما يختلفوا في الضبط فقط وفي المعاني مش قريبة من بعضها. فتبينوا فتثبتوا متكاملين صحيح. قال والغير البيان تبدل، يعني فقط ابدال النقاط هنا او هنا. بالنسبه لنا احنا نقول ابدال الحروف، لان الباء شيء والتاء شيء والثاء شيء والياء شيء. هذا تبع الشاعر سيدي. تبع شاعر، نعم صحيح. يعني حمزه كسي. نعم. سيدي ما ذكرش الرمز هنا، معنى الكلام على البيت اللي قبله. البيت اللي قبله 603. شاع وارتاح وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا معطوفة على اللي قبل حمزة والكساء. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا. كان واحد منكم مش يصلي بالناس والا مش يقرا، قول لهم من قبل مش ما تشكيوهمش، قول لهم راني مش نقرا بمثلا دور الكسائي والا راني مش نقرا بخلف ولا بخلت. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير اولي بالرفع في حق نهشلا. وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلة. نهشلة اسم قبيلة هذا، يعني من عم وزيد فتى، عم رمز شكون؟ نافع وشامل. نافع وابن عامر الشامل، وزيد الفاء اللي هو شكون؟ حمزة. حمزة إذا نولي نافع وابن عامر الشام وحمزة الكوفي يقرأوا بقصر كلمة السلام. إيش تولي؟ السلام. السلام. أنا في ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. لمن ألقى إليكم السلام. لكن قال ردوا بالكم مؤخرا، انتبهوا الكلمة مؤخرا، يعني كلمة السلام الكلمة الأخيرة فيها السورة هذه، ما هيش الأولى والثانية. يعني مثلا هي في كلمة السلام وردت في سورة النساء، وردت في سورة النحل زاد يومئذ السلام. يومئذ السلام. إذا المقصود بها الآية 94 من سورة النساء، الموضع هذا، الموضع هذا بالذات اللي يبدأ ألقى إليكم السلام. ألقى إليكم السلام هكي فقط مش غيرها، ليست بغيرها. الآية هذه فقط اللي فيها الثلاثة هذوما. نعم. بالقصر. 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 والباقون والباقون إذن يكونوا بإثبات الألف السلام. إذن ولا خلاف في قصر الأول وقصر الثاني قبله، وكذلك في يومئذ السلام في سورة النحل. وعم فتى قصر السلام مؤخرا. شنو هي ملاحظة متاع سورة النحل سيدي؟ الملاحظة كيف كيف كل هذا معنا بالقصر. بالقصر يعني وحدة بنت النحل وهذه. نعم سيدي حتى وحدة بنت في النساء. وحدة بنت في النساء وهذا بالقصر. مثبت لشكون الصعب؟ لمن؟ لعم فتى. لعم فتى هما يقراوها فقط بالقصر. والموضع الثاني نتاع النساء اللي مش معني هو هكا لا خلاف فيه. موضعان في النساء وموضع في النساء. كيفاش حافظين هاد؟ كيما قريتها القانون مش تقراها لحمزة وحمزة وابن عامر الشامي. نعم مثلا فيها كلمة السلام
تذكروش الموضع الثاني في لا اللي قبل الموضع الاول والثاني في سورة السلم اي السلم اعطيني الايه تذكروش الايه وانه اليه من السلم اليه السلم هذيك حكينا عليها هذه متفاهمين فيها انها بالقصر وألقوا إليكم السلم وإنهم عقيم شوز ويلقوا إليكم السلم أي وضل عنهم أيديهم صحيح أخبرها وضل بعد دي وضل عنهم فإن لم يعتذروا وردوا إلى الله يوم إذن السلم وضل عنهم وكفوا أيديهم وألقوا إلى الله يوم إذن السلم أي هذه إيش فيها هذه بالقصر لا خلاف فيه موضع واحد في النساء موضع واحد في النساء نعم هو اللي الصفحه الكوزري قبلها في الصفحه اللي قبلها لا خلاف فيه بالحرف بالافراد نعم صحيح وألقوا اليكم بالقصر فما جعل الله لكم عليه سبيلا اي والاخرى ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم ويلقوا اليكم السلم فيها فما شكون يقرا ويلقوا اليكم السلام لا ما فماش يعني الوحيدة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام والسلام إليكم السلام لست مؤمنا هذه الوحيدة اللي فيها الخلاف تذكروا جيدا يا جماعة القاعدة متاع الشاطبية راه لا يذكر إلا ما فيه الخلاف سكت عليه ما بضبط ما سكت عليه فهو متفق عليه بالضبط إذن الخلاف فقط في إليكم السلام لست نقرأ ثم يقول وغير أولي بالرفع في حق نهشلا يعني غير أولي الضرر وغير أولي الضرر هو بما أنه قال أولي الرفع إذن نقرأها بالفتح حتى يظهر الخلاف وغير أولي بالرفع لشكون في حق نهشلا شكون باش يطلعوا الفاء حمزه وحق مليون البصر والنون عاصم ملا حمزه وبالكثير وابو عمر وعاصم قرأوا كلهم قرأوا غيروا اولي اذا البقيه اللي ما سماهمش اللي هما نافع بالنصب وابن عامر والكسائي هذوما قرأوا غير كما نطق بها في هذا البيت وغير أولي بالرفع في حق نهشلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا وعم فتى قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه بالياء في حمام وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا باهي طول بالكم هذه نبدأ بكلمة نؤتيه يقول بالياء اش تولي نؤتيه تولي بالياء يؤتيه يعني مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف يؤتيه من قرأها بالياء سوف يؤتيه حمزة والبصري حمزة وأبو عمرو البصري ونؤتيه بالياء في حما بل من بعد استعمل الواو إذن جينا الكلمة أخرى سيدي فما موضع سمحت فيقتل أو يغنم فسوف نؤتيه أجر عظيم بما أنه طيب. لم يذكرها ما فيهوش لا لا هي لا خلاف في قراءتها بالنون هذا المثال الذي ذكرته هذا سابق اي سابق سابق لي ما ذكروش لانه بما انه سكت عليه فلا خلاف فيه اذا لا خلاف هذا في الذي قبله في انه او يغلب فسوف نؤتيه الخلاف فقط في همزه نؤتيه ونؤتيه ولا نؤتيه كل حسب قاعدته اما نحكيه على النون النون والياء النون او الياء في هذا الموضع فقط نعم في هذا الموضع فقط يعني وقت اللي قال ونؤتيه بالياء في حماه ثم يقول
وضم يدخلون ضم يدخلون يدخلون لكن شكون وفتح الضم حق سرا حلا مزال وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا هذه كلها على كلمة يدخلون ويدخلون إذا عندنا خلنا نبدأ باللو الآيش تقول فأولئك يدخلون الجنة أيوة ولا يظلم يا هل ترى شكون قرأها هكا بالضم يدخلون المكي والبصري والصاد شعب سيد ومعاهم شعب ابن كثير وأبو عمرو شعب قرأوا فأولئك يدخلون الجنة وين فأولئك يدخلون الجنة في سورة النساء وفي سورة مريم قالوا قالوا وفي مريم الزوج وفي غافر ناس اللي في النوم لا هو مش النخط والغافر مريم سيدي إذا نبدأ في سورة النساء وفي سورة مريم وين في سورة كيف كيف فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة أخوان جنة يرزقون فيها تاع فخلف بعد خلفهم أي بالضبط بعد ولا ولا جنة عدن التي وعد الرحمن بها عبادة الغيب إذا ابن كثير وأبو عمرو شعبة في سورة النساء ومريم لكن في غافر في أول موضع يدخل معهم صحيح يولي معاهم في أول موضع غافر الآية 40 فأولئك يدخلون الجنة شكون يستحضر الآية في غافر 40 من عمل سيئة فلا يجزى يرزقون فيها بغير صالح من صالح وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من أول عنا سورة النساء وسورة مريم والموضع الأول من سورة غافر إذن هم قرأوا بضم الياء وضم وفتح الخاء يدخلون يدخلون يعني البقية كيفاش يقرأوا في سورة النساء وفي سورة مريم والموضع الأول من سورة غافر فتح الياء يقرأوا بفتح الياء وضم الخاء يدخلون تتسمى سورة الطول سيدي سورة الطول خاطر ذي الطولي الطولي ذي الطول هكاش يفصل فهي والطولي الأولي عنهم لكن يدخلون الثانية وفي الثاني دم صفوا أكاو وفي فاطر حلا يعني خرجوا يجيو للموضع الثاني من سورة غافر خرجوا ابن أبو عمرو بالضبط قعد ابن كثير وشعب قاعد ابن كثير وشعب يقرأوا يدخلون قرأوا سيدخلون جهنم يدخلون جهنم يدخلون جهنم لكن في سورة فاطر خرجوا الكل ودخل أبو عمرو قال بصر خرجوا الكل في سورة فاطر والوحيد أبو عمرو قرأها جنات عدن يدخلونها الوحيد جنات عدن يدخلونها والبقية كل قراو جنات عدن يدخلونها باهي أشد بقات لنا اللي حافظ القرآن يبقاو له فما جنات عدن يدخلونها فما زوج مواضع أخرى في سورة الرعد في سورة النحل في سورة النحل في سورة الرعد في سورة بما أنه سكت عليها اتفق القراء السبعة على أنهم يقرؤونها جنات عدن يدخلونها بما انه ما ضمها لحتى حد اتفاق فيه اتفاق فيها لكل القراء ملا شكون يلخص لي يا جماعه نبدا ب النساء ومريم واول غافر شكون قرأ بالضبط حق وسلام حلال بالضبط يعني مكي والبصري والشعب بالضبط يعني مكي وابو عمرو وشعب الموطن الثاني من سوره غافر دوم صف ابو كثير وشعب سوره فاطر البصري البصري واحد وسورة الرعد والنحل اتفق السبعة لا خلاف فيها إيه يقرأها بالضم ولا بالفتح؟ بالفتح بالفتح يدخلونها بالضم ضم الخاء فتح الياء وضم الخاء يدخلونها يعني النساء ومريم
وغرق الموضع الموضع الاول فقط ابن كثير اي وشعر نعم صح 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 ابو عمرو النساء ومريم والموضع الاول من غافر اي نعم وفاق نعم غافر غافر لا الموضع الاول لا لا الموضع الاول صحيح نعم صحيح وفاق صحيح وهو كذلك عملت الكومبينيزون كامله لا لا ما شاء الله عليك صحيح كتبت بالصور هنا أسهل سيد كي تقول مثلا النساء ومريم وموضع أول مغافر قرأ مثلا أكيد يجي أسهل صحيح كي تعب تكتب الآية الآية قبل تكون الصورة خير من اللي تقعد بالقراء بالقراء وثم مواضع كي تسهل فهم القراء قبل الخير أنت عادة الكلمة وما فيها فما تكون عامل كتاب اسمه الشامل في القراءات عمل جدول كامل ولما الكتاب لم أطلع عليه عملت مقارنة بين قالون وحفص فعملت جدول نأخذ الكلمة كيف قرأها قالون كيف قرأها حفص حتى فكل أن أخرجوا مثلا وإلا قل أنظروا ولا خلافات بعد وقفت على كتاب في القراءات العشر عمل بعد ما أعطى الأصول أعطى الفرش فرش اللي خذاها بطريقة جداول يعطي الكلمة كل حد كيفاش يقرأها الكلمة كل حد كيفاش يقرأها والخلاف فيه باهي باهي يقرب يقرب عملها رسالة الدكتور هو صح نقرأ البيتين ولؤتي بليا في حماه وغم يدخلون وفتح الضم حق سرا حالا وفي مريم والطور الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي خطب حالا ونؤتي بليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق سرا حالا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فطر حالا ونؤتي بليا في حماه وضم يدخلون وفتح الضم حق سرا حالا وفي مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فطر حالا ويصالح فضمم وسكن مخففا مع القصر يصالح فضم وسكن مخففا وزيد معها القصر اش تولي يصلح واكسر لامه زاد باش تولي يصلح لشكون هذه ثابتا شكونهم ثابتا الكوفيون كلهم اللي هما عاصم حمزه والكسائي اذا امر بالقراءه باش بضم الياء اسكان الصاد مخففه مع حذف الألف وكسر اللام في قوله أن يصالح ولي أن يصلح البقية إذن يصالح كما نطق بها الشاطبي ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تالا ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تالا ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تالا وتلغو بحذف الواو الاولى تولي تلو بحرف الواو الاولى تلو فضم سكونا اذا وتلو بحذف الواو الاولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا يعني حتى حد ما يقول لك هذه راك جاهل تقرا بها من قرا وان تلو هشام حمزة وحمزة وابن ذكوان هشام وابن ذكوان يساوي ابن عامر الشامي يساوي ابن عامر إذا ابن عامر وحمزة لكن هو للضرورة علاش لا هو يجب يجيب البيت بالضبط حطاعة القوافي هكا باش تعطيه القافية سليمة من يمشي يجيب أيضا نانو لست فيه مجهلة وجاب بيت بسم الله ما شاء الله وأعطى معنى أعطى معنى قال كنت تقرأ هكذا وما يلومك حتى حد يقول لك راك جاهل بالقراءة لست فيه مجهلة
وتلو بحذف الواو لولا ولا ماء فهم سكونا لست فيه مجهلا وتلو بحذف الواو لولا ولا ماء فهم سكونا لست فيه مجهلا وتلو بحذف الواو لولا ولا ماء فهم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه. فضل في سؤال في تلاوة البيت فضم سكون لست فيه فيه اللي فيها صيلة ولا قولوا مثلا لست فيه أتم قسمها بالتقسيم فضم فعول سكون لس مفاعيل تفيه فعولا مجهلة تقرأها بالصلة باش تجي فعول لو قرأتها فيه بلاش صلة هي بطبيعتها في الشعر الهاء تزاد الصلة هي بطبيعتها شعر في جميع الشعر أي نعم في الشعر كله دي ما هو ولا هي تتزاد والنزل اللهم إلا إذا كان عاد خلطها شي كالزحاف ولا يسمعه في لغة العرب ونزل فتح الضم والكسر حصنه الحصن رمز شكون عن الكوفي والنافع نعم الكوفي والنافع الكوفي والنافع ونزل فتح الضم والكسر حصنه وانزل عنهم عاصم بعد نزل ودي سامحني قصه الوحيده كلم دكتور عفيف الكوفيون ونافع اقراوا والكتاب الذي نزل على رسوله ونزل فتح الضم والكسر حصنه على هذيك مش لا لا يقصد لا لا والكتاب الذي نزل على رسوله مش لغة خلاص ما لا هون بعد مش ما تجي لحظة برك وقال وأنزل عنهم وأنزل عنهم يعني هؤلاء هم بينهم اللي هم الكوفيون ونافع عنهم قرأوا والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وفي نفس الآية ولا؟ في نفس الآية إذن كيف قرأوها؟ بفتح النون وفتح الزاي إذن فتعين البقين أن يقرأوا القراءة في الأولى نزل بضم النون وكسر الزاي لكن في الثانية مش يقرأوا أنزل بضم الهمزة وكسر الزاي. عشان يصير من نون يقعد في الضم واللي فتح يقعد في الفتح. أيوة. نزل يقرأ أنزل. نحكي على أنزل نزل على. واللي يقرأ نزل يقرأ أنزل. في نفس الآية رأي. الآية 136. نزل. الكوفيون ونافع. إيش عندنا فيها بعدها عاصم بعد ونزل أكيد نجيوها بعد. خلينا في هالجزء هذا بك حتى عنهم معناتها حتى عنهم اذهب حتى عن خاطر اذا مش نكملوا عاصم اذا مش نزيدوا عاصم هنكملوا عاصم بعد قالك عاصم بعده يعني في اللي جاي بعدها بعد انزل وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب هذه اخر الصفحه ما مش كيف بعدها بثلاث ايات ولا باربع بعدها بأربع آيات. أنا دور الآية نحكي عليها أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. اسمه الإقراء والكتاب الذي نزل على رسوله. كوفيون ونافع. والكتاب الذي أنزل من قبل ولا والكتاب الذي أنزل من قبل. أنزل من قبل لشكون. كوفيون ونافع. للكوفيون ونافع. هذا يقرأوا نيل الفتح يقرأوا همزة الفتح. هذه في الأولانية. لكن قال وأنزل عنهم. يعني هما بيدهم الكوفيون ونافع أنزل أنزل بالفتح في الثانية أي لا في الثانية أنزل انظر كيف نطق بها وأنزل عنهم هذا هنا سيدنا نحن أنزل 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 في الأولى ولا الثانية في الزوز في الزوز نزل وأنزل الذي نزل على أنزل على رسوله من قبل الكتاب الذي نزل الذي أنزل أنزل الكتاب الذي أنزل من قبل بفتح الهمزة والزاي ولا؟ أي سيدي ليش قول؟
لنافع والكفر يعني نزل وانزل يعني انزل تولي للباقين انزل تولي للباقين يعني في حكايه فتح الضم نعم فتح الضم والكسر يمشي زاد على كلمه انزل للحسن يولي انزل للحسن صحيح يولي تولي انزل للحسن باهي يعني مدام ليلى انت ماك مغرومه بتعمل هالكومبينيزون هذه نبدا الكوفيين نافع والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل هكا ولا اللي ما همش كوفيين ونافع شكون تبقى حق ونفر ومعاهم ابن عامر ايوه حق ونفر اي نعم نفر يقرأوا الكتاب الذي نزل على رسوله اي والكتاب الذي انزل من قبل بالضبط يقرأ ونزل على أنزل من قبل ولا واضحة إن شاء الله أنزل إذن نزل أنزل ونزل إذن أنزل هكا كيفاش مشى هو مزوج نجيو لعاصم وحده تويك بخلاف بخلاف هالآية هذه في الآية اللي مش تجي بعدها وقد نزل عليه قال بعده بعد الآية هذه وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب هذه خاصة بعاصم كيفاش قراها عاصم؟ نزل قراها نزل بفتح النون والزاي إذا تعين الباقين كيفاش يقرأوا نزل كلهم كلهم يقرأون النون وكسر الزاي الوحيد هو عاصم بفتح النون وكسر الزاي الباقين نعم ضم النون وكسر الزاي يعني ابن كثير عاصم وابن عاصم وابن عامر على حالهم اي نعم على حالهم صحيح ولحق بهم لحق بهم من الكوفيين اللي هو حمزه والكسائي على حالهم نافع نافع صحيح ما بقاش معه ونافع مع حمزه صحيح ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزل ونزل فتح الضم نقف عند هذا حتى خلنا نعملوا تطبيق ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحمل بالإسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا ويا سوف نؤتيهم عزيز عزيز رمز شكون حفظ حفص يعني حفص في عود يقرأ سوف نؤتيهم قرأ سوف يؤتيهم أجورهم سورة النساء سوف يؤتيهم أجورهم عزيز أي وحمزة سيؤتيهم يعني سيؤتيهم أجرا عظيما سيؤتيهم أجرا عظيما الآية اللي بعد بعدها بعشرة آيات تقريبا خاصة إذن قرأ حفص سيؤتيهم أجورهم والبقية قرأوا سنؤتيهم أجورهم حمزة قرأ سيؤتيهم أجرا عظيما والبقية قرأوا سنؤتيهم أجرا عظيما ثم يقول في الدرك كوف تحمل يعني بإسكان الراء لشكون كوفي لكوفيين في الدرك كوف تحمل بالإسكان إذا البقية كيفاش مش يقرأوها؟ يقرأوها بالفتح في الدرك. الفتح ضد السكون. في الدرك هنا نعم الفتح هذا ضده هو السكون. تعدو. شنو قلنا في الدرك؟ في الدرك في الدرك. هذيك الكوفيون بالإسكان. هاني في البيت اللي بعده. الكوفيون بالإسكان في الدرك الأسفلي. الكوفيون يعني عاصم حمزة الكسائي يقرأ في الدرك الأسفلي. والدرك الباقي. والبقية الدركي. ثم يقول تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا يعني باستثناء نافع الوحيد إذا قرأ السبعة إلا نافع قرأوا بإسكان لا تعدوا في السبت لا تعدوا هكا بتخفيف الدال لا تعدوا إذا ما لا نافع كيفاش قرأها قرأها بتشديد الدال وفتح العين الوجهين مش النافع سيدي ماله قالوا الوجهين
لا 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 أصبر 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 أصبر. السبعة قراو لا تعدو في السبت إلى حد الآن مفهومة ولا بإسكان العين وتخفيف الداء وتخفيف الداء لا تعدو. إذا بما أنه سكت على قال خصوصا إلا نافع. نافع ماذا تعين له هنا؟ تعين له تشديد العين وتشديد الداء. أيوة. لكن قال وأخفى العين قالون مسهلة. لكن هنا قالون عنده اختلاس الحركة وهو الوجه معناها ما هيش تعدو، لابد من الشدة لقالون ووجه لابد من الشدة تعدو. لكن زاد بالنسبة لي وجه آخر لقالون وهو اختلاس الحركة اختلاس بالضبط فتح العين. وجه آخر مش مذكور بالضبط الوجه اللي ما هوش مذكور هو الشعر إسكان العين اللي ما هوش مذكور هو إسكان العين هو اللي نقرأ بينا لكن مع تشديد هو القدم أداء عندنا فتعين لورش الإتمام الفتح. وقد لام البعض الشاطبية على هذا قالوا كيفاش الوجه الأشهر لم تذكره. لكن هناك أظن أبو شامة وجد عذرا للشاطبي قال لا الشاطبي ذكر الإسكان بدليل أنه ذكره لنافع قالك نافع كله عنده الإسكان إذن ينقول نافع يولي قالون ورش فالإسكان إذن موجود. ولكن زاد لقالون وجه الاختلاس ريتو كيفاش فهم ال عاود هنا سيدي من لو جيب العام الاسكان تاعنا شكون قراها بالاسكان خصوص خصوص كلهم يعني نافع قراها بالاسكان لا 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 صحيح ما لا يولي وجه اخر لا تعدوا كلهم تعدوا يعني لا ما يستقيمش ما يستقيم. كلهم قراوها بالإسكان. ونافع قراها بالفتح. بالفتح. ورش له إتمام الحركة. أي نعم. نافع له الاختلاس والإسكان. لا يبقى الشاطبي وملوما في هذا. لغط. الله غلط. مش نلوموه الشاطبي سيف. من مش نلوموه. كاب. بس طيب هو قرب بالإسكان بتاعه وسكنوه. أي. لكن خففوا على شنو أكثر على الدال. على الدال صحيح. يعني هي مسألة الدال هي اختلفوا فيها. إيه الدال وال والعين الزوز. نجمش تنطق سكينين في وسط الكلمة. الزوز اختلفوا فيهم. ذكره الإمام الداني سيدي الوجه. نعم بل هو الوجه الذي ذكره. نعم نغفلنا عن الإمام الداني. سيدي معناتها قلنا لا تعدوا لا تعدوا خصوصا الستة كلهم هذا نافع ولا تعدوا لورش. لنافع كله لفتحة بالفتحة العين لا تعد هذا اختلاس نحكيك على فتحة مش من يفتح العين مش اختلاس الفتحة يفتح العين لا تعد ورش يفتح العين ورش يفتح العين يشدد بالدال. هل خلينا نسألكم السؤال المقلوب هل لقالون وجه فتح العين والشدة في الدال؟ لا. وهذا الوجه للأسف يفهم من كلام الشاطبي وليس على ظاهره ما نخدش به هكا. إذا ملا يولي في هذه الكلمة إسكان العين وتشديد الدال للجميع ما عدا نافع. وتخفيف الدال. تخفيف الدال أنا قلت تشديدها تخفيفها للجميع باستثناء نافع. ماذا عند نافع؟ المفروض يكون الضد المفروض يكون فتح العين وفتح العين وتشديد الدال أي المفروض لنافع. لكن هذا الوجه اختص به ورش فقط تعدوا. أما قالون فله وجهان وجه ذكره الشاطبي وهو اختلاس الفتحة هذا الوجه وهو الوجه الثاني لقالون لأن الوجه الأول لم يذكره الشاطبي أصلا وهو إسكان العين والإبقاء على الدال مشددة مضمومة تعدو. سيدي في فرش الحروف مش الإمام الشاطبي رحمه الله يتبع الترتيب بتاع المصحف أي؟
لا إذا كان يجبد الآية لا مديمة حتى يجبد سورة البقرة وتحتها وفي الأخرى لا في نفس السورة مثلا توصيل مثلا سيؤتيهم أي؟ آية 162 أنا عملت آية 152 شيل آية 162 رجعت آية 145 نمو مطاوع النظم عادة ما يمشي ما النظم طاوعه ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتهم في الدرك كوف تحمل بمسكن تعدوسة كانوه وخفاف خصوصا وأخفى العين قال مسهلة ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتهم في الدرك كوف تحمل بمسكن تعدوسة كانوه وخفاف خصوصا وأخفى العين قال مسهلة ولا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحمل بإسكن تعدو سكنوه وخفاف خصوصا وأخفى العين قال مسهلة وفي الأنبياء أستاذ كيجينا شرح البيت هذا شو نقولوا فيه؟ نقولوا فيها غفل عنه لم يذكره من. لم يذكره أنا ها وش قلت بالضبط ولم يذكر لا لا يختلس حركتها قالون إلا أن قالون أخفى العين أخفى حركة العين أي اختلس حركتها وله وجه آخر ذكره الداني ولم يذكره الشاطبي هنا وهو إسكان العين مع تشديد الدال وهو المقدم أداء عندنا فتعين لورش إتمام الفتح هذا ملخص يعني سيدي قلنا ورش له فتح العين تشديد الدال وله إسكان العين وتشديد الدال لا 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 عنده أبدا عنده كان وجه واحد وجه واحد بالنسبة لورش وجها واحدا اللي هو فتح العين وتشديد الدال وغير ورش مثلا ابن كثير كيفاش قراوها ابن كثير تعدو بالضبط يعني إسكان مع التخفيف وقالوا كيف قرأها؟ لوجهين وجهين الوجه الأول المقدس الإسكان مع الإسكان مع تشديد تشديد الدال المضمومة والوجه الثاني اختلاس فتح العين اختلاس فتح العين مع تشديد الدال تشديد الدال دائما وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسف لا هذا ما قريناهاش احنا أصلا ما كانش خلينك تقرأ وفي الأنبياء يعني في سورة الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا أيضا يعني في الزبور وآتينا داود زبورا لشكو وفي الإسراء زاد وآتينا داود زبورا من قرأها هكذا بالضم حمزة وحده الوحيد ثم وضع كل الذي في الأنبياء وفي الإسراء وفي النساء نعم في الأنبياء الآية 105 في النساء 163 في الإسراء 55 يعني سيدي الزبور بالألف واللام في الأنبياء والنساء مهما وردت في النساء مثلا ولقد كتبنا في الزبور وآتينا داود زبورا فآتينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء كيف كيف موجودة في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرضين يصلحون لحمزة وحده حمزة وحده يضم حمزة وحده يضمها سواء بالألف لام ولا بشيء ألف لام نكرة هذوما ثلاث مواضع ثلاث مواضع في القرآن كله الأنبياء والنساء والإسراء وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجيلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجيلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجيلا تعود الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أنه وقت ليكمل السورة يجيب لنا ياءات الإضافة فيها فهذه لم يذكر فيها ياءات إضافة معناها أنه لا خلاف في ياءات الإضافة في هذه السورة لأنه لا يأتي إلا بما فيه خلاف لو فيها خلاف يذكرها إذن ليس في سورة النساء شيء من ياءات الإضافة ولا ياءات الزوائد المختلف فيها باهي جزاكم الله خير أنا عملنا حاجة كي كملنا سورة النساء
برا ناخذ من التطبيق شكون يبدا يقرا على بركه الله. وين وصلنا يا شباب؟ شكون يتبع؟ مدام سيدة يقول لي قاعده تسجل ولا شكون؟ منيا قاعده تسجل، قاعده يسجل ويتبع ما شاء الله. تذكر شي وين وصلنا لل الكرسي. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي شكون يبدا من دونك الله يقرأنا من قوله تبارك وتعالى على بركة الله. تفضل اللي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. لا نعود يا سيدي تعوش. لا إكراه في الدين. حمزة. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. هل هناك من يقلقل الدال هنا؟ أبدا، كلهم عندهم إدغام. إدغام صغير ولا كبير؟ كبير كبير صغير خط السكن كمان. هو إدغام صغير، إدغام ساكن متحرك، بينما الإدغام الكبير هو إدغام متحرك في المتحرك. وصف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكلمة الأقرب للخلاف وثقى. نعم فيها ماذا؟ فيها الفتح والتقليل والإيمان. لمن التقليل؟ لورش بوجه ثاني. ولمن أيضا على وزن فعلة؟ نعم لأبي عمرو البصري. لكن هل نستطيع أن نقرأ لورش ونقول ورش هو المقدم؟ واقف في يوم. صحيح، ورش واقف في يوم، ما نجمش نقرأه لورش. إذا لمن نقرأه؟ لأبي عمرو. تفضل. لدار براوية. نعم، ما نجموش نقرأه. ما نجموش نقرأه لراوية. لا نقرأه إلا للدوري. تفضل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم تقليل. عملنا التقليل. نعم وثقى. نعم صحيح التقليل. لو كان جات رائية تولي كبر. بعده سوس. ما نجموش نقرأ سوس يوما خاطر واقف هو ورش. واقف هو ورش. ورش من خاطر ورش يتعدى اليوم. قلنا الوثقى فيها الفتح وفيها التقليل وفيها الإيمان. إيمان الحمز. إذا لازمنا نعديو الإيمان. أما حمزة ما يقراش بكلس يا أصحاب الإيمان. خاطر حمزة خلاف وقف في الظن. خلاف وقف في الإيمان. بالضبط. أنا شكون نقرأ؟ لخلاد. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هل درج معه أحد؟ الكساء. درج معه الكساء. نعم صحيح. والعاشر أيضا خاطر ما فماش مد. فماش مد منفصل. منفصل. مد متصل ولا منفصل؟ من درج معه. راه منفصل. باه تولي شكون باش نمشيو؟ نمشيو كلمة يوم. ورش. نعم تزاحم عليها ورش. والسوسي وابو جعفر بطبيعه الحال صاحب الرتبه. سيدي ابو جعفر الهمزات يومن الساكنه كلها كسوسي. كسوسي بالضبط. كسوسي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لا بالفتح اقبل. معد الفتح والايمان. فقد استمسك بالعروه الوثقى انفصام لها. توجب للتحريم. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم عندك تقليل ممتاز. الله
التوفيق. قليل وإن القاو شكون يحسن التقليل. قالها هو بده يحوس ما عندوش ميزان. مرة يجيب قوي مرة يجيب ضعيف مرة يجيب ذا. ما عندك تقليل بسم الله ما شاء الله. به إذا وقت يقريت له بالفتح درجة معه أبو جعفر كي قريت له بالتقليل من درجة معه؟ السوس. السوسي. هذا السوسي يقرأ يوما يقرأ وثقة. فمش مدود. أيوة بما أنه فمش مدود. مازال واحد خلف. مازال خلف؟ خلف. خلف خلف. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. والله سميع عليم. جزاك الله تعالى خيرا. يا شيخ زياد. الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شكون أقرب؟ يخرجهم. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. من النور. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. والذين كفروا أولياء. ماكش طولتها برشا سيدي. يجبكم ما بقيت نخمم باش كنت. نعم نبداو بقالون صاحب الرتبة. معناتها واش نعملوا مد قالون سيدي. نعم مد قالون كهو. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم هذا جمع قالون يتسمى. والذين والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لمن قرأ؟ ورش وحمزة. ورش وحمزة وبعضه خاطر ما فماش خلاف. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نمشوا التوسط. وموسع التوسط وين؟ صيلة. لا مش همو أقبل همو أقبل صيلة مشوا الضم الجمع. همو أقرب الوقف. هم فيها خالدون. تو في النار يا سيدي. تو في النار. ماذا قال تو في النار؟ لا إله إلا الله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لمن هذه؟ البصري سيدي. لا مش الورش. البصري في أولئك. البصري والكسائي سيدي. نعم هي للبصري براويي يعني لأبي عمرو الدوري والسوسي الدوري والسوسي ومعهم دوري الدوري علي. نعم دوري سيد أدوب وذي عام في كل رابط طرف قبلها مكسورة. رابط طرف مكسورة قبلها ألف. صحيح كما الكافرين الكهوين كافر أستاذ مش دوري الكسائي براويي. لا لا أبو الحارث. لا أبو الحارث. لا أبو الحارث مثل حمزة ما عندوش إمالة. يفتح عنده النار. فتح يفتح النار. النار كل راه متطرفة مكسورة. كل راه متطرفة مكسورة هذه خاصة بالدوريين دوري علي ودوري أبي عمرو. بقى حتى السوسي يمشي فيها زاد أبو عمرو. نقول أبو عمرو براويين ودوري كسائي. دوري كسائي فقط. نعم صحيح. ايوه تو شكون نجيبو بالطول ورش سيدي بس اصحاب الطول. نعم
بورش اكيد. ورش سيدي عنده معناها التقليل وجها واحدا. التقليل وجها واحدا لانها رائيه. لانها رائيه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تولي حمزة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا. قلنا ده سيدي تقليل وليس إيمانا. نعم. تقليل. ليش كنت تقليل البصري والبصري إيمالة عنه. ليش؟ إمالة كاملة. إمالة كبرى. أي ودوني علي. كيف إمالة؟ إمالة كبرى. بما أنها رائية. هو اندرج معه في القراءة. اندرج معه صحيح. ورش برضه يعني عنده تقليد. صح فقط. ورش سواء كانت رائية وإلا يائية ليس له إلا التقليد. ورش ليس له إلا التقليد معنى ليس له إمالة كبرى. لكن إذا كان يائية عنده الفتح والتقليد. وإذا رأية وجها واحدا التقليل وجها واحدا عودي يا سيدي كي تأخذ مثلا كلمة الناري الناري بالنسبة لورش بما أنها رأية ليس له إلا وجها واحدا وأبو عمر ليس له إلا وجه واحد لكن شو الفرق بين ورش وأبو عمر بالضبط بالنسبة لورش يعمل فيها التقليل وبالنسبة لأبي عمرو برويين فيها إيمان. فإذا نجيو مثلا ناخذ كلمة الآية اللي قبلها الوثقى يائية هكي تسمى اليائية اليائية على وزن فعلة هنا أي لو كان جات ماهيش يائية ما يتدخلش أبو عمرو جملة لو كان ما جاتش على وزن فعلة وفعلة وفعل بما أنها مثلاً فعالة ما يتدخلش أبو عمر كتاب رأي إلا إذا كانت فعالة إذا فعالة مثلاً نصارى ولا أسارى إلى آخره إذا كانت يائية وعلى وزن فعلة 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 فلأبي عمر التقليل وإذا كانت رأية فيها راء مثلا كبرى كلمة كبرى هوني على وزن فعلة وفيها ياء في الأخر لكن لوجود الراء تولي تعتبر رأية ولهذا فيها إمالة كبرى ولورش ماذا عنده فيها التقليل وجها واحدة إلا التقليل ولكن وجها واحدة في أواخر الآيات ولي عنده الآيات ولي في 11 سورة تقليل تقليل وجها واحدا وليس صلى مثلا وجه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وجهان لا ليلة تساوي وجها واحدا خاطر ما كان 11 سورة ما كان تبدأ في موضع آخر ولي عنده الوجه وإذا وصل سيدي ولو وصل ما أنها رأس آية وهيك علاش ردوا بالكم تعملوا كل غلط نهار آخر الله أعلم لعل واحد منكم يولي يكتب ويتدرب في الرسم إياكم أن تأخذوا رواية ورش وتعملوا لها العد الكوفي راهم ما يركبش على بعض مثلا في الآية في سورة النازعات 36 أو 37 فأما من طغى سورة النازعات من السور الحداش ولا من السور الحداش كان مستعملها الآية وهو العد الكوفي يزمك تقلبها لورش هاو دخلناها بعض هذا الوقت وهك علاش في لجنة المصاحف في المجلس الإسلامي الأعلى جابوا لنا مصحف ورش ومركبين له العد الكوفي وكاتبها شيخ من الشيوخ الكبار رفضنا هون متغشش وكيفاش وانا قريتكم وانا وكيفاش هي قريتنا اخويا قريتنا اللي قريته هنا هو اللي طبقناه عليك ها سبحان الله استاذنا على راس العين على راس العين الله يبارك نرفعه وين تحب اما هذا علم ما فيش ما فيش كثر ما كنت نسيت استاذنا هو المصحف اللي قالوا لهم بالسوق اكا نحن لا مش أي ورش ولكن برواية ال رواية أصفهان شنو كان ال المصحف المعلم البني نعم أي لا رد بالك
بعثنا رئاسة الحكومة. وعلاش بعثنا رئاسة الحكومة؟ خاطر عندها وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة الشؤون الدينية، وكل واحد في مجال ويخدم. وزارة التجارة باش هاك المكتبات اللي تبيع فيه لازم تسحبوا، وزارة الداخلية باش تقوم بالحسابات الأمنية وما تبعها، وتعطي حق الطبع. والشؤون صحيح، والشؤون الدينية باش في المساجد اللي عنده هذه، وما عرفوا غلطتهم وقالوا مستعدين نسحبوه. وقالوا حتى أكثر من هكا، اللي عنده شراء المصحف هذا يجيبه لنا ونعطيه مصحف آخر في بلاصته. ما هوش أصبعي. أي بدوية ما هوش أصبعي حتى اللي يتصفح. لا ومصح فيه الشيخ هو بيده اللي قلت لكم عليه، ومشاهد الناس موتى. أي الشيخ الدليع يا شيخ. الناس موتى ومشاهد واحد حي مشينا له يا شيخ. شيخ البارود محمد يا شيخ كيفاش مصح عليه؟ قال ما في باليش. حتى الشيخ مشفى حتى الشيخ مشفى قال لا. معناه المشايخ مصحين في المصحف الازرق هذا. اي ما انا قلنا تعرف شي كيفاش؟ جيب لنا مصحف خويا تقول مصحح فيه زياد، جيب لنا تصحيح زياد، ما تجيبش تصحيحته برا، قيمه من قبل دبر راسك. انا حي عاد ربي يبارك لك ويطول ويرفع بيك ويبارك لك ان شاء الله. فتردوا بالكم يا جماعه ما تركبوش. علاش قلت لكم راهو حتى مصحف قالونا اللي طبعوا الرئيس هكا مصحف الجمهوريه. من الرئيس؟ الرئيس الاسبق هكا مصحف الجمهوريه كيف الرواية قالون، ولكن العد عد كوفي. شنو هي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة الآية عدد واحد؟ كيفاش حتى علماءنا كان جعبر يغير ويقول لك لا سبيل أن تعد قراءة إمام بعد غير بلده. يعني أعطته وزارة الشؤون الدينية. ما تخريض. ما مش ذنب الشؤون الدينية. الشؤون الدينية بقى. ذنب اللي كتبوا واللي صححوا وقتها في 2007 تقريبا، ولا وقتها عملوها المصحف هذا وسماوه مصحف زين العابدين بن علي. هاك ايش سماوه؟ دخلت السياسه بالسيف. ايش تكون مش يتكلم هذا كل حال؟ كان ربحنا حويجانا الوصول عند الله. كان الله مستعان. يا شيخ شكون يقرأنا؟ شيخ تفضل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ مش مجموطة زعما تحب تعرف هنا؟ فما سكتة فما وقفة في الهبطي. لا 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 مش في الهبطي. لا 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 تقوى أميت خير. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. مزال. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ممتاز. هذا هنا وقف شيء يعمل كيف به. ما تنساوش تسرحش الأحكام ولا تقرأ طول ما شاء الله عليك. به إبراهيم فما شكون يقرأ إبراهام؟ نعم كما أجل في سورة البقرة هشام ووجه لابن ذكوان. طيب في ربه منفصل. نعم هذا منفصل. أن آتاه أن بدل قبل البدل النقل وسكت النقل وسكت فما التحقيق والنقل وسكت. آتاه البدل في آت البدل في آت صحيح التقليد الذهبية. آتاه لولد من أيوة صحيح. نعم صحيح. لا مش سيلة ابن كثير. آتاه الله إذا ما فيها فما شكون عنده إيمالة فيها؟
في أداهم سيدي أداهم نعم فهم زوي سيدي صحيح نعم أصحاب الإمالة يائية ولا رائية هذه يائية ما فيش حتى شك هي يائية به من بعد وصف أنا وصف عند الفتح والتقليل محمد الدوري زي نعم حمزة والإساء ربي حمزة صحيح يعمل الإسكان نعم صحيح ربي الذي يحيي ديما ولا في موضع حمزة لأن كل موضع وحده هذا خاصة بحمزة ربي الذي ربي الذي والبقية كل قرأ ربي الذي باهي وأنا أحيي نفع فرق كلام بيت المنزل بس صحيح نفع أبو جعفر نفع أبو جعفر على مصر عنده قانون كهو أنا أحيي نفع أبو جعفر أبو جعفر والباقيين يحفو حالة الوصف والباقيين حال حال الوصل نعم اما حال الوقف فيثبتونه اذا الاقرب للوقف ما باش كون باش تبدا سيدي الاقرب للوقف هذول كلمه انا ولا انا قانون بالوجه الثاني منفصل شكون قبل احنا ما نقرا بالقصر قبل هو اللي متوسط وبه وبه قبلها واقف قبل ما نجموش نقراو بالتوسط دولي قالوا نمشيو بالقصر صحيح بإثبات الألف نقراو لابن كثير ولأبي عمرو إثبات الألف أنا بمعندوش بحذف بحذف الألف من كلمة أنا حذف الألف من كلمة أنا لابن كثير والبصري كله دوري والسوسي ولا الدوري والسوسي عليه ومعه يعقوب زاد كان تحب عليه ما هو ابو عمر يقرا ما يقراش انا يقرا انا قعدوا كنا ذوكم هذا خاطر الشيمي مازال يستنى خاطر يستنى وكما يستنى في التوسط وما يمشيوا للتوسط الا ما يحلهم قانون الباب اذا نعطينا ابن كثير ما عندوش الضم ابن كثير ما عندوش ضم خاطر لو كان عنده الضم راهو قانون خذا الضم يعطينا ابن كثير قال انا احيي واميت اذا يكون قد درج معه ابو عمر تو نمشيو الى التوسط وشكون يحل الباب قالوا نعم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت طيب تو حلينا باب التوسط شكون صاحب التوسط بعد قالوا بالضبط الدوري 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 عن أبي عمرو وبي مش يقرأ بالقصة في أنا مش يقرأ لا بالقصة تعدى مو قلنا تعدى مع مع ابن كثير في ابن كثير يحكي على أناس عنده أناس شقرا كيما بالحاضر مع التوني مش يقرأ أنا يقرأ أنا لكن مش نقرأ له بالتوسط أكي يا أنا ما تتبدلش فيهاش مد أكي ما بلاش مد أما لكن ربه هيك بالتوسط كيما قالون ما يختلفوا كان في صحيح كيما قالون بالضبط لا يختلفوا الا في كلمه انا تبدا محذوفه معناتها ما فماش تواصل ما فماش قال انا احيي واميت الا لقالون بنتي خاطر قالون يقراها بال صحيح وقت اللي انت قريت تو بالتوسط المنفصل وقريت انا للدوري صحيح ما مشاش معاه واحد بالتوسط انا وابراهيم عاصم كسائي عليه كسائي عندي ما هوش الكسائي عاصم سيدي عاصم 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 صحيح عاصم واحد آخر وجه سيدي في وجه اللي بدنا وجه صحيح حاجتي بدنا وجه نعم تكون خط البرهان صحيح أي تو مشكور ما لمزنا في التوسط نمشيو إلى الكسائي عنده الإمالة وحذف أنا آتيه ويقرأ ربي يقرأ ربي يا صحيح إلا حمزة يقرأ ربي بلغ يا سيدي نعرف أصحاب التوسط أصحاب التوسط أمان ما شاء الله عليك وجه لي قالوا
ووجه للدوري ويبقى ابن عامر وعاصم والكسائي. الكسائي ما تدخلش معاه. لا قال اصحاب التوسط. الكسائي اذا وجه قالوا ووجه الدوري ابن عامر وجها واحدا براويه، عاصم وجها واحدا براويه، والكسائي وجها واحدا براويه. تحب تزيد عليهم زيد عليهم العشر. هكا زاد من اصحاب التوسط وجها واحدا براويه العشر وهو خلف البزار. والاخرين الكل يقراوا بالقصر والا حمزه ورش يقراوا سته بالطول. خلف اللي هو راوي حمزه. اللي هو نعم راوي حمزه لكنه عن نفسه يعني في اختياره يبقى العشر. سيدي اي جيب لنا من الكسائي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. نعم لو كنا نقرأ بالعشر راه تو الكسائي درج معه خلف العشر يقرأ كيف بالضبط عنده الإمالة وعنده أنا ربي. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لمن هذه؟ كسائي. إيه نكمل الآن. نكمل. طيب. تو شكون نقرأ؟ لورش. نعم عنده أربع أوجه ولا؟ باش ياخذ بايو كامل. وعن البدل والفتح إيه نعم عندك صحيح معناها أربعة أوجه ماشي ولا أما وجه مشي مش نبدأ فتحية حتى وجه مشي حتى وجه مشي حتى منفصل لا حتى عنده منفصل عنده أنا تاه مشي مع حتى وحده نقل فيه البدل يوصل البدل نعم بالقصر مع الفتح أول وجه هو كولا نبدأ بالقصر مع الفتح تفضل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أي نعم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نعم هكذا يمدها الستة. هذا الوجه الأول لورش. قصر البدل مع الفتح. قصر مع الفتح. الوجه الثاني شنو؟ التوسط. توسط مع التقليل سيدي. مع الفتح لا. توسط مع التقليل في بالي سيدي. توسط مع التقليل فقط. توسط مع التقليل. شكون قبل؟ شكون قبل البدل والا الإيمان؟ الإيمان. البدل ماذا إذا كان؟ مش نجيبوا مع بعض. شكون أقرب الوقت؟ شكون أقرب الوقت؟ الإيمان. إذا الإيمان هي اللي مش تحكم فينا تو. جيبوا الطول مع سيدي هو في نفس الكلمة هو قبل الوقت والأولى. بما أن بدينا القصر مع الفتح يلزمنا نجيب التوسط مع التقليل. مع التقليل. نعم التوسط مع التقليل هذا الوجه الثاني. علاش قلت لكم شكون أقرب الوقف؟ هو اللي مش يحكم فيه. مش نطول مع الفتح؟ من بعد نجيب الطول مع الفتح والتقليل. إذا باش تجيب الطول وين؟ في الآ ما تمشي للطول إلا ما تعمل التوسط. ما قلت مش يحكم فيه شكون أقرب الوقف. مو خطر إذا كان مش تعمل أنت شناوي مش تعمل الفتح مع التقليل مع الفتح مع القصر ما يجيش. مع الفتح. مع طول مع الفتح لا وما نحركهمش الزوز. ما إذا كان مش تاخذ. أنا فيسينا الفتح. إيه. جبنا القصر. ما هذا كله. أنا الفتح مش مع الطول. مخاطر احنا ديما اقرب الوقف هو اللي مش يحكم فينا كلمه نفس الكلمه مو زاد عندك حاجه اخرى هي ان نمشيو بال بما انهم الزوز بالضبط مربوطين ببعضهم علاش كي مشينا بال نشوف التدرج بالفصل نمشيو للتوسط وبعد نمشيو للطول
هذا ربطوا بعضهم الزوج. بما انهم ربطوا بعضهم هكا علاش مش حيكملوا الترتيب هذا يمشيوا بالقصر ثم بالتوسط ثم بالطول هكا علاش. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. تو شن جيب؟ لا لا سعيد. لا مش عارف خاطر مش نجيب الطول تو مع الفتح ومن بعد الطول مع التحقيق. لا سيدي سمحني. لا في نفس الكلمة. ها؟ كي قال. أنا تاه ونرجو أنا تاه. لا. هو سيدي قرأ الوجه الأولى. يعني نفس الكلمة نقرأها بالقصر. القصر خاطر مش نجيب معها الطول تاع أنا أحيي وأميت. إيه. هذيك كي تبدل كي نرجو أنا تاه نجيب التوسط في الطول في نفس الكلمة. مساج لا حرج هذا يسمى عطف اي لا مساج لا حرج في ذلك لا حرج مو خطر قرأ الوجه الاولاني سيدي قرأها كملها إذ قال إبراهيم ربي نعم. الذي يحيي ومع بعد ما عاش فيها خلاف بالنسبة للوقت معنى يولي نجم يقرأ أنت راح تجيخ آتاه الله الملك ويعاود يعطف وبعد يقفل الآية. نعم احنا نقول كثر من هكا احنا يعلمونا حتى باش نعملوا العطف بما أن ما عادش فما خلاف أنا تهجيت توسط وكمل في شرط الطول باش تعطف عليه له لا حرج في ذلك تضاف انت ذلك المدى بعضها اي لا مساج لا اذا كان الشيء الباقي كله كيف كيف لا اذا كان الباقي كله كيف كيف اعطف ربحا حتى للوقت والطاقه الى اخره شيخ انا اتاه الله الملك انا اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. طيب لا ما زلنا في أن أتاه لا لا حمزة عنده الإمالة إمالة وبالطول ولا ما عناش أي احنا حلينا باب ورش ستة منفصلة عن الطول بالضبط اذا شكون اولى تو هشام والا حمزة حمزة هشام وقف ابراهيم اذا حمزة قبل يا اهل الناس اللي حمزة براويه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أيوة هذه كلمة وأميت التي وقفت عليها هي همزة في آخر كلمة وقف عليها وقد قالوا لنا إذا أردت أن تسلم لحمزة فلا تقف له على همزة لكن هذه متوسطة بحرف بزائد يولي فيها الوجهان وجه التحقيق الذي قرأه هو وجه صحيح وله وجه ثاني هو التسهيل إذا نجيب لنا التسهيل قال أنا أحيي وأميت أي نعم هذا قرناها إذن لحمزة براويين هل تخلف أحد لحمزة؟ تخلف وهو وجهه السكت ويكون له في كلمة وأميت وجهان التحقيق والتسهيل جيب لنا ما لا سكت وخلف ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت نعم ما شاء الله عليك. إذا تخلف هشام ووجه ابن ذكوان ابن عامر يعني ابن عامر كامل نعم صحيح. ألم تر إلى الذي حاج إبراهام في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا قال أنا أحيي وأميت خلينا نربح ونكمل تفضل بنتي. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. تستخرج الأحكام ولا تقرأ تقول كما تحبسينش برشا باه ما فيهاش برشا أوش ليش كون مش تقرأ مش نقرأ تول الورش الورش نعم ياتي باه ياسر ياتي وفاتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر اندرج معه السوسي وأبو جعفر نعم بعد ذلك ابن عامر إبراهيم نعم إبراهيم صح قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر نعم وصف. والله لا يهدي القوم الظالمين فخم القاف يا بنيتي لا تقول قال والله لا يهدي القوم لا لا شوي لا لا شوية بقول قاعدة تقول قال ما فقتش بروحك لا لا فخميها قا 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 نعم والله لا يهدي القوم الظالمين فخمت الطريفة ما فخمت معها لا فخمت معها الوقت شكرا لك يا بنتي من يواصل تفضلي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها عندك وقفة؟ لا الأولى ما تقفش هنا ثم وقف المشرق عندك وقفة هبطي؟ لا مش هبطي مش هبطي بعد موتها الوقف الأفضل في عروشها الأفضل محلاه شنو رايك لالا؟ كانك مصر على الوقف مسكت هو اجتهادات هي الوقوفات كلها راهي اجتهادية أعجبني صديقي الشيخ حسن حفظه الله حسن بوسو محمد حسن هو مش حسن بوه حسن فسألوه قالوا له ما رأيك في هالوقوف الهبطية هذه فوجهها قالوا هي وقوف حسنة صاحبها نحوي الاختصاص في اللغة العربية بينما سمعت واحد تونسي قال أما آن الأوان أن نتخلص من هالوقوف الهبطية هذه ما حاشناش بها فاش مخلقته أخوي فاش مخلقته ما على كل حال هي مدارس وعقلية في المغرب يتبعوا الوقف الهبطي في المغرب حتى في ليبيا يقرأوا القانون بل مشايخنا كي قررنا حريصين على الوقف الهبطي لا في مرة ما تقرأ كيف الوقف الهبطي لا هو جوبا يحذو حفيظة حفيظة هنا تقف عندي طالب بارك الله عليه يكرر قرأ عمل ختمة كاملة لقانون ختمة للورش وبعد ختمة لابن كثير وبعد ختمة للدوري وحده وبعد ختمة للسوسي وحده وبعد عمل ختمة لابن عامر براويه هشام وبن ذكوان وبعد عمل ختمة لعاصم شعبه ويخلط عليه حفص
وتويك يقرا في خلف هبل خلف هب حد يقف هالوقوف الهطي الا اذا تعذر خطر مو فما كل الاعراب يختلف وقتها ما عادش فما الوقف الهبطي لازم نحترموا له القراءه نتاعه لان الوقف الهبطي عملها على قراءه نافع ما ماهاش على قراءه غيره لا ما تمشيش على هذا وقت حتى السوسي وغيره صحيح بالضبط يعني الخلاف يعني وجوبي اصلا اي هذا صحيح لانه هذا يقرا على القراءه والمشايخ يقرا على وهو كذا وهو كذا عادي جدا به من انا بعد اي نعم احسن فبهت الذي كفى على بعد موته نعم بعد موته صح أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أي نعم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي لمن قرأت بنتي صاحب الربا اللي هو موش لا خاطر إذا مش تقرأ لي ورج يقول وهي بينما سمعتك قلت وهي قلت وهي لا ما أنا غلطين أو مش أقولك علاش خاطر كلمة أنا هي أقرب للوقف دوري البصري صحيح هذا استثناء للدوري ويقرأ وهي معنى ويقرأ وهي كما يقرأ وهي مو بحر بحر نعم بحر نعم تولي أن بالتقليل لأبي دوري أبي عمرو نعم دوري البصري أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها طيب ما زلنا في وهي سيدي ما زلنا في وهي لكن في أن لا تأو ما نجيبوش ورش إمالة صحيح الإمالة ليش تقول الإمالة الكسائي لما وهي على قراءة وهي لا ما زلنا في وهي ما نقلناهاش وهي ما مسيناهاش ما زلنا في كلمة أن يا جماعة قاعدين تتبعوا أبا طب قاعدين في كلمة أن بالضبط خاطر هي اقرب وجه للخلاف اقرب وجه للخلاف اقرب كلمه بالضبط او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها طيب تو نجيبو نمشيو لل تو نمشيو وهي صاحب الرتبه شكون وهي ورش على أن قلنا بالتقليل الدوري لأنها مستثنات من شنو؟ من فعل وفعل هذه من الاستثناءات يا أخي هي ماهيش على وزنها لا مش هذه من الاستثناءات الاستثناءات اللي قللها ليست على وزنها ويصير تقلل مع ذلك ولكن تقلل مع ذلك موجودة في الشاطئ وحفظ الشاطئ ما كان وأن ليس ملا ليش كنا نقراو تو؟ نقراو ورش صاحب الرتبة هو ورش أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها نعم هكذا بالفتح أولا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها طبعا نجيبه للإمالة ما زلنا وهي لكن أنا مش نسألكم الإمالة توقرين الكسائي شكون عنده الإمالة ما قريناهوش حمزة يا هدرا نقرأ الحمزة كله ولا الخلاد وحده ولا الخلف وحده خلاد وحده علاش تفرق لأن خلف واقف في قرية وهي ما نجموش نقرأ الخلف إذا لازمنا نقرأ الخلاد لأنه أقرب الوقف. تفضلي. أو كالذي مر على قرية
وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها. جيب لنا خلف تو. أو كالذي مر على قرية وهي كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال عملت الآن زعما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على ظهر عايش لنا العزيزة ظهر الكسرة من وهي هي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها. أيوة فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لو كان نجينا نقرأ لأبي جعفر تو القراءة كل تعدى. أما لو كنا نقرأ بالعشر الله 100 عام. 100 صحيح وصل. قال كم لبث مش بتنسيب الإبدال سيدي إبدال وهياء كم لبت؟ قال كم لبت؟ لشكون؟ سوسي وحده؟ أبو عمرو كله أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكيسائي وأبو جعفر كلهم بيعملوا الإدغام. أي قال قال لبثت يوما أو بعض يوم. أي نعم قال لبثت يوما أو بعض يوم. ظهر الثامة. أي صحيح نعودها. أي ماذا بي؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. توب الإدغام. قال لبثت يوما أو بعض يوم. مازال. قال لبثت يوما أو بعض يوم. مازال. سوسي. قال لبثت يوما أو بعض يوم. ما شاء الله عليك. قال بل لبثت 100 عام. لا حرج أنا قلت لكم مثال. هو سؤال لا يلزم الفصل خاطر القول نتاع اللي لبثت 100 عام لاخر فانظر إلى التعام القول الآخر. لأي نجم يكون الفاء تفسيرية. ولهذا قال بل يعني باش تنظر إلى تعام خاطر لبثت 100 عام باش يأكد. ولهذا ما يسألش لا حرج كما قلت لكم يا أبنائي راهي الوقوفات هذه اجتهادية ماهيش ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد منا راه المعنى يكمل أكثر. نقص شوي شوي أول كلمتين وقفت لا عم نصفر في الوقت ماشي زيد شوي تقفل على الحرج ما ترسلنا نجمع بالحرف كما لم يتسنى خير يبدو فما مشكلة في التنفس ولا لا. أي لا. قال بل لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. نعم لكنك رققت كثيرا من كلمة فانظر قلت فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. أيوة نقل لورش بل ورش نعم وعلى الإدغام صحيح نقل ورش أبدأ بورش. قال بل لبثت يوما أو بعض يوم فانظر إلى طعامك بدها شوية لا فانظر إلى فانظر إلى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طيب فما وصف يتسنى دون نهاية شمردة بالزلزة دي قاعدة وشي ايه عارف يتسنى ما كشتغل هي قد الورش انت ليه الورش ما فيه هو ما عندوش حرف يعني مش حسب يوم الأرض حسب الوقف ولا لا قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك ما هو؟ إيه ناسي حفر الوقف يتسنى إيه يتسنى شفك ما هو يقرأ يتسنى عندهم لبتة لا عندهم شمردة إيه
اي يا شيخ يقرا لبت ما يقراش لبثت خد عنه الادغام احنا الكوفي والشام يا ربي الشفاء حمزه القسائي ويعقوب وخلف كل اقرا لبثت هاي سيدي ما واقفين هنا لبثت اي نعم محبستهم باقي معناتها يدهم جعفر يدهم لبثت اي نعم بس هي اللي تدخل في نفس الحروف لا ادغام لا هذه في ادغام حروف قربت مخارجها يتسنى ما تدخلش في فرش الحروف سيدي يتسنى اوكي فرش الحروف هي ما مربوطه حاله وصل بقى في الوقف الناس كل تحسب هيك الناس الكل كتاب ويقف ويتسنى حمزه والكسائي في الوقف فقط حمزه والكسائي والعاشر يتسنى إذا كان مش نقرأها يتسنى وانظر يتسنى وانظر صحيح حمزة والكسائي ويعقوب والعشر يولي يتسنى وانظر في معنى كيف مش نقفوا معاش نغزروا لها يتسنى معاش كما وما أدراك ما هي وقفنا عليها ما هي لنسكن باه من نجيبوا السوسي ولا الدوري الكوز مش يجيبوا بعض ما بعضهم أعطينا الإدغام قال بل لبت يوما أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه طيب سكت خلف ولا؟ خلف نعم قال بل لبت يوما أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال بل لبثت 100 عام مش يعني قال بل لبثت 100 عام هل مش يوما او بعض يوم انا اقرا فيها يوما او بعض يوم قال وانا ما سمعتش قال بل لبثت 100 عام نعم تفضلي قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني خليها الملاحظة عنك إذا وصلنا كلمة يتسنى بكلمة وانظر يعني حال الوصف من قرأ بحذف الهاء حمزة والكسائي من القراءة ويخلط عليهم يعقوب والعشر يعقوب والعشر نعم يعقوب والعشر به واصلي ولا خلي غيرك يقرأ مثل شاي كن يا فرسيدي تفضلي وانظر إلى حمارك فيها إشكالات هذه حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس إي نعم نبدأ بالناس أي وهو كذلك ولكن الناس مربوطة بحمارك خطرها راح متطرفة ومكسور شكون هو يميل الناس؟ إذا يمين حمارك معها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس إيه نعم تو نميل حمارك ولكن نفتح الناس لسوسي وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس اندرج معه ابن ذكوان بوجه من وجوه خطر حمارك ابن ذكوان المفروض ما عندوش الإمالة في الرأس لكن هذا فيها وجهان عنده الفتح والإمالة إذن وجه اندرج مع قالوب لول بكل اللي تقري وهو بالفتح والوجه الثاني هو مشى مع السوسي حتى دوري الكسائي زاد اللي سألني على الراء بلا يقول لي أحمد هذا يدور الكسائي هو مشى مع السوسي حميرك بالكبير طيب دول شكون مشي الورشة هون النقل لورشة وحمار سكت لا لا ما يتعداش السكت خاطر وقف هو ورش في نفس الموضع ولا ثم من بعد يجي أما تقليل ورش عنده الفتح والتقليل هنا حمارك تقليل رأية لأنها رأية مكسورة متطرفة حمار أنا ورش تو ثلاثة أوجه نعم صحيح عنده بدل
عنده بدل ثلاثة أوجه لورش. هكا مولد. تفضلي. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. أين؟ تعجب السبك. نعم. صح. مع في شيء؟ لا لا ابدا حمزه ما عندوش. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. نقولوا سيدي حمزه براويه مره مع قالون قال وجه تخلفته وكيف صحيح. نعم حمزه مشى مع قالون ولكن تخلف بالسكت وجه وجه خلف. وانظر الى العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. دعوا باش نخدموا على ننشيزها. شكون يقراها ننشيزها؟ ذاك 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 اللي هما الكوفيين مع الشيخ العامر. نعم. لا سيدي نخدموا على الراء. ننشيزها. ننشيزها اللي واش؟ لا وقف وانظر إلى. لا لا وانظر إلى. انظر الى اي حبس صغير. ايوه اعطينا مال ابن عامر وعاصم وحمزه والكساء. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ايوه تو نمشيو للورش. وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. اي نعم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. إيه نعم. تمام. أي فلما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فما شكون يقرأ قال أعلم؟ حمزة. مع الجزمي شافع. شافع. مع الجزمي كذا. أو الشاطبية. مع الجزم شافع. يقرأها في على أساس فعل الأمر. وبالوصل قال أعلم. همزة وصل معناتها. يعني همزة قطعية. قال أعلم. قال أعلم صحيح. نخرجوا الأحكام. أي تفضلي. قال أعلم. مازال ثم تبين له. تبين له ما فيها شيء. عن الإدغام بالسوس. أي نعم. السوسي بارك سيدي مش عنده. صحيح السوسي وحده. وعندك شيء ماذا فيها؟ شيء توسط والطول لورش والسكت لحمزة براويي مع خلف لخلف خاطر عنده السكت تبتسم. ايوه خلف عنده وجه واحد سكته خلف عنده وجه واحد هو السكت وخلاد له السكت وترك السكت والمقدم السكت اولا بالطبيعه. لا نقراو حمزه تو من لا ما نجموش نقرا حمزه علاش في شيء تزاحم هو ورش او تزاحم هو ورش في شيء يمشي ورش يمشي ورش دونك يمشي ورش فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعد ما تعدى قال أعلم حمزة. نعم. قدم حمزة. أكيد. كنا. فين درج معه كسائي في. توه. لا لا. عنده شيء ندرج معه حتى وين؟ وحده ولا لا؟ بترك السكت ندرج معه. باه؟ حمزه ما يقراش بكله بترك السكت سيدي عبد الكريم. عندنا وجه ثاني في خالد. مش حمزه الكل. مع خالد ما يمشيش مع حمزه الكل. ولهذا ما يمشيش الكل. فلما تبين فلما تبين له قال اعلم قال اعلم ان لا بالاسكان بالامر اعلم فعل امر. قال اعلم ان
الله على كل شيء قدير. يعني هذه فلما تبين له وقت اللي قال أعلموا هو بده يتكلم، أما فلما تبينه ربي قالوا اعلم أن الله على كل شيء. هذا الفرق ما بيناتهم. يعني حفظ لنا الوقف على له. على؟ له. فلما تبين له. فلما مر نجمش. فلما تبين له اللهم إلا تقول فلما بمعنى ما تبينش. وهذا ما يصحش. قال فلما أضاء لهم. حبس وقف يعني لم يكد يوضي، لكن هنا لا تبين وانتهى ما عندناش مش نقفوا فيه. أيوة سيدي ما فماش قلنا وجه بترك هو مش يجي بعد ما اصبر السكت مقدم. السكت مقدم. أيوة لما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. شكون يكون قد اندرج معه خلاد هذا الكساء مازال وجه اخر مازال خلف شكون قبل السوسي ولا وجه خلف هو فما سكت قلت بترك السكت صحيح مازال وجه اخر السكت لم يندرج الكساء مع حمزه في السكت لكن درجة معه مع خلاد وقت اللي عمل السكتة في عملته للزوز أي نعم صحيح. لو سؤالي أنا هل مش تكمل تقرأ خلف بسكت ولا تقرأ للسوسي؟ لا مش نقرأ أعلم أن صحيح يعني بالسكت تقبل علاش ماهوش للسوسي؟ تبين هو مازال واقف غادبة تفضلي. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الذكر خلف ليس له الا السكت الموصول المفصول في الموصول ليس له الا السكت كما كلمه الارض كما شيء ليس له الا سكت خلف ما عنده الا سكت بينما خلاد هذا عنده فيه وجهه وسكت مقدم توجيب السوسي فلما تبين له قال اعلم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير عودها للسوسي فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الله يبارك. نتوقف عند هذا الحد جزاكم الله تعالى خيرا وعلى شيء إن شاء الله وإذ قال إبراهيم ربي أرني